My heart is مثل ما شايفين هي اول مقدمة بالقناة بالغرفة الجديدة. خلوني اورجيكم شوي. اوكي يا انا صورت كم مقطع، كان بدي اعمل انه يومي بالحجر المنزلي وهيك، فامبارح صورت كم مقطع واليوم كمان صورت شوي، فرح اورجيكم هدول المقاطع وبعدها رح نرتب الغرفة وانتو كمان رح ترتبوا معي، بس انتو رح تكونوا بالبيت قاعدين ومرتاحين وانا طبعا رح ارتب هون. على فكرة انا مبارح ما رتبت لانه كان بدي اورجيكم هذا الشيء، لانه في كتار عالم طلبوا مني انه اورجيهم كيف انا برتب غرفتي، ما بعرف ليش. لا تسألوني ليش، بس انه يمكن في عالم بتحب هيك شغلات، يعني ما بعرف. مثل ما بتعرفوا كورونا ما بنقدر نطلع من البيت او اي شيء، وانتو كمان خليكم بالبيت، انتبهوا على صحتكم ولا تروحوا لبرا لمصلحتكم لمصلحة الناس اللي بتحبوهم. فلسفت شوي. هلا خلونا نبلش. مثل ما شايفين عملت شعري ومكياجي وكل شيء، بس ما رح اطلع. عملت كل هذا الشيء مشانكم، مين بيعرف يمكن في شاب حلو عم يطلع لي. قبل ما نبلش الفيديو حابه اقول لكم انه اشتركوا بصفحتي على الانستغرام، لانه رح غير ديكور البيت وهي الشغلات، وانتم رح تختاروا ديكور بيت غرفتي. صباح الخير. او ماي جاد، شكلي كانه حدا ضاربني. So, هذا هو الفطور تبعي. طبعا عملت توست نوتيلا وشفت هيك تفاحة عم تطلع علي بريئة. يا حرام، قلت خلص خليني اكل شي صحي كمان. فهي نحن هلا بالبيت القديم، الساعة هلا 10:30 وعلى الساعة 11 رح نتصل مع الأنسة. طبعا شوفوا الجروب عم يكتب. طلعوا عغرفتي ما ضل ولا شيء. ليش حاسة ان وشي كتير منتفخ بهذا الفيديو؟ بكون شعري لما اعمله بالسشوار. انا بالعادة ابلش اول شيء بهذا البخاخ اللي بيحمي الشعر من الحرارة، فما لقيته بالفوضى، فلهيك لازم اعمله بدون. بالعادة ما بعمله بدون، بس مشانكم انا بعمل كل شيء. او ماي جاد، هلا لاحظت انه عن جد شعري كتير ما شاء الله سميك، يعني يلي شعره كمان مثل شعري يكتب لي بالكومنتات. هو انا شعري مو هيك، انه بس لما اتحمم ما بيصير انه يكون مبلول وانا عم ليسه، لهيك دائما بعمله بالسشوار مشان ينشف. بس انا شعري انه طبيعة شفتوه قبل كتير هيك. شوفوا الفرق بين هاي الجهة
وهي الجهة. اكتبوا لي تحت بالكومنتات اي جهة بتحبوا. طبعا بعرف اغلبهم راح يكونوا لهي الجهة، بس يا اكتبوا لي انا كمان لهي الجهة بحبها اكثر. ما بعرف ليش عملت شعري اصلا، لانه رح ضل بالبيت يعني ما رح اروح لاي محل تاني. لا رح اروح اخوف اخواتي بهدول. هلو اوكي، فهلا رح نبلش ترتيب. بصراحه جايز، بصراحه ما عندي فكره واحده، ما عندي اي فكره كيف بلش بهالكركبه. اوف، بظن اول شيء رح اعمل المكياج، لانه اهم شيء واهم شيء هي الكردونة العزيزة اللي بحبها. هلا رح ورجيكم شو في بداخلها. طبعا ورجيتكم على الانستغرام شوي، بس لسه ما ورجيتكم بالضبط شو في بداخلها، فان شاء الله ما يوقعوا هدول. خلص ما وقع. اوكي جايز، طلعوا كل هدول منتجات بنفين. رح ورجيكم هلا كل المنتجات. خبرتكم على الانستغرام اني رح ورجيكم ياهن على اليوتيوب كل شيء، انه شو في بداخله. فيلا اوكي، خلونا نبلش بالباودر. هدول الباودرز، دقيقه لورجيكم ياهن. طبعا منجي لمحبوب الكل. بتعرفوا بنفيت معروفة بمنتجات الحواجب، فبعتولي كتير منتجات حواجب وكلياتهم استعملت كم واحدة منهم، بجننوا جايز. اول شي هات براو ستايلر كتير حلو، خاصة هدول ورجيتكم اياها باخر فيديو. بيرسموا الحواجب شعرة شعرة وكتير ببينوا طبيعيين، فكتير حبهم انا. وهذا مثبت للحواجب، وهذا خليني اشرحلكم اياه ورجيكم كثير. طلعوا ما احلاه، فيه كثير الوان للحواجب. هون البودره، وهون اللي بتكون هيك مثل الجل. وبنيجي لاخر شيء مثل ما بيقولوا ختامها مسك او هيك شيء. فطلعوا هذا اللي هو براونزر اللي كل حدا بيعرفه. واو، هذا الهايلايتر المفضل عندي. هذا كان فيكم تستخدموه كبراونزر او كبلاش بجنن. وهذا البلاش لازم ورجيكم شكله لانه كثير حلو. طلعوا طبعا انا عم اتهرب من الترتيب، لهيك رح اعمل تيك توك وبعدين روح رتب. اوكي جايز، جبت اخي مشان يصور معي التيك توك.
ما زبطت معنا. رح انشر واحد منهم بظن، بس انه ما زبط معنا مثل ما نحن كنا بدنا اياه يعني. فهذا هو التيك توك تبعي، اذا حابين تروحوا وتشوفوا يعني. اوكي هلا عن جد ما عاد في اي حجه اهرب من الترتيب. فاول شيء رح رتب طاولة المكياج والمراية والأضوية، بعدين رح ركبهم. إذا قلت لكم إنه صار لي شي نص ساعة عم دور على كروت الكاميرا، لأنه الذاكرة بالكرت اللي كان قبله خلص وما كان بعرف وين كنت حاطة الكروت، فصار لي ساعة عم دور عليهم وأخيرا لقيتهم. Oh my God! لقيت الكرت، شحن الكاميرا خلص. هلا عم يطوي وعم يقول لي رجاءا حطيني بالشاحن، ان شاء الله الكاميرا الثانيه بيكون فيها شاحن. فمثل ما شايفين هي الكاميرا كمان ما كان فيها شاحن، فمضطره اني اشحن الاثنين وصور بالموبايل.